بداية لما نتكلم عن المصريين قد ايه كان المنظر لافت جدا للنظر وازاي حسينا انهم مش في معزل عن تحديات بلدهم نزلوا ووصلوا صوتهم عشان ياكدوا بالفعل حرصهم على المشاركه في اهم استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسيه ازاي حرّك شايف ده؟ الحقيقه انا شايف اللي حصل مش غريب طبعا على المصريين، المصريين عاملين بالخارج اكثر معلو يعني عندهم وفره معلوماتيه اكتر بكتير بحكم ان هم عايشين في دول خارجيه فبيقدروا يقارنوا بين اللي بيحصل في المشهد الداخلي وبين اللي بيحصل في المشهد الخارجي فاهمين اكتر الجزء الخاص بالظروف العالميه المهيمنه فيما يخص معدلات التضخم المرتفعه الاوضاع الاقتصاديه السيئه ممكن يكون المصري في الداخل حاسس بالمشكلات دي لكنه بيبص لها ان هي مشكلات خاصه بالدوله المصريه بالتحديد المصري اللي عايش بره عنده قدره افضل بحكم ان هو عايش في دوله اخرى انه يقدر يقارن ما بين اللي بيحصل في مصر وبين اللي بيحصل بره فالحقيقه هو لامس الوضع الاقتصادي اللي بيمر بيه العالم الاثار بتاعته المنعكسه على دولته وعلى الدوله المصريه وهو بيكون شايف اكتر معدلات الانجاز يعني احنا مثلا احنا عايشين في البلد لما بيجي يتعمل مشروع او بيتعمل اه 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 افتتاح مثلا كوبري جديد او طريق جديد او شيء جديد احنا بحكم ان احنا عايشين فمتعودين مش حاسين بالتغيير لان التغييرات بتحصل بصوره اه تدريجيه وبمعدل بطيء فبنحس ان الموضوع عادي لكن اللي بيقعد بره سنه او اتنين بيجي يرجع فبتلاحظ على وشه شكل المفاجاه يقول لك ده 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 جديد وده جديد وده جديد ده, ده البلد اتبنت يعني فهم الحقيقه ان, ان ان بحكم ان هم عايشين بره فهم الاكثر قدره من حيث المعلومات إن هم يقارنوا ولامسين أكتر حجم التنمية اللي حصلت في مصر في التسع سنوات اللي فاتت، وبناء عليه فهم يعني سلوكهم في التوجه للجان الانتخابية على الرغم إن اللجان دي أنا متأكد إن هي مش جنب كل المواطنين لأن هي بتكون طبعًا في العواصم أو في مقار السفارات فبتكون بعيدة عن الاماكن السكن او اماكن العمل الخاصه بيهم فبيقطعوا مسافات قد تصل الى ألف كيلو متر او اكتر علشان يوصلوا لمقر اللجنه الانتخابيه ويشارك والحقيقه ان دي بيكون ليها فرحه خاصه جدا لان هو بيبقى مستني اي حاجه تقول له انت مصري يعني هو يعني المعيار الوحيد اللي بيفرق ما بين المصري واللي مش مصري ان المصري قادر على دخول السفاره المصريه والادلاء بصوته في انتخابات مصر 2024 اي حد تاني ما عندوش القدره دي، وبناء عليه فانا بقيت مصري بقدرتي على ان انا انتزع الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخاب في انتخابات مصر 2024 يعني. <applause> فهنا بنجد طبعا مشاهد جميله بتعبر عن الولاء والانتماء للدوله المصريه، العاطفه اللي بتحرك المصريين بالخارج سواء المصري اللي كان في الكويت اللي كان جاي و في حاله صحيه سيئه وجايب اجهزه تنفس ومع ذلك اصر على الوفاء ان هو يحضر ويدلي بصوته الاسر اللي بتصطحب اطفالها علشان يعلموهم يعني ايه انتخابات ويعني ايه مصر وطبعا بيحصل حراك وتحاور ما بين المصريين اللي موجودين هناك بيتكلموا في الاوضاع السياسيه في مصر بيتعرفوا على بعض لان طبعا الجاليه المصريه هناك مهما كان عددها فهو كل واحد بيكون مقتصر بالحي السكني اللي هو عايش فيه وعارف المصريين اللي موجودين فيه لكن دي فرصه كويسه جدا ان انت تتعرف على باقي المصريين اللي موجودين في الدوله فرصه كويسه جدا ان هم يعملوا تكتلات ويقربوا من بعض ويعملوا تكتلات للجاليه المصريه بحيث ان هم يقدروا يكونوا مؤثرين في المجتمعات اللي هم عايشين فيها سواء ان هم يكون ليهم يدافعوا عن مصالح بعض او ان هم يطوروا اعمال بعض سواء لو حد فيهم بيشتغل في جزء او جزء يساعد بعض يعني فهي الحقيقه عرس ديمقراطي فرصه بتحصل مره كل ست سنوات اعتقد ان هم سعداء بالتاكيد بالمشاركه في في الانتخابات المصريه خصوصا ان احنا عندنا اربع مرشحين في العام الحالي بايديولوجيات مختلفه فكل كل واحد ان شاء الله هيلاقي ما يمثله من الناحيه الفكريه والبرنامج الاقتصادي والقدره يعني أنه هو يختار الاختيار الانسب اللي بيمثله وبيعكس المستقبل وهيكون ان شاء الله قراره ده هينعكس عليه وعلى اولاده باذن الله بالظبط